ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف، شكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الهندي ناريندار مودي بمقر مجلس الوزراء اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة رئيس الوزراء الهندي تأتي في توقيت رمزي مهم في ظل تزامنها مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أضاف مدبولي أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة لزيارة الدولة والتي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير من العام 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن رفع مستوى علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. التقى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من ممثلي الشركات الهندية في مومباي، وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب عدد من الاستثمارات الهندية بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة والتوجه نحو تصنيع الوسائل صديقة البيئة. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحسن في أداء مصر في تقرير التنمية لعام 2023، والذي يستعرض أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يصدر هذا التقرير عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة SDSN الألمانية وشبكة حلول التنمية المستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة. يذكر أن مصر تقدمت في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 في 6 مراكز، واحتلت المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنها التقرير، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة. كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجة في عام 2023 مقابل 68.7 في عام 22، بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بافتتاح محطة التموين المتكاملة غازتك لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في منطقة وسط القاهرة. جاء ذلك في إطار الخطة القومية للدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. الخطة اللي بدأناها في التركيز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كجزء من الخدمات المؤداة للمواطنين كوقود بديل من ضمن الاختيارات للعملاء وقائدي السيارات، يبقى عندهم بنزين وعندهم سولار وكمان عندهم غاز طبيعي. فيبقى ميزة الغاز الطبيعي ان هو زي ما اتفقنا ان هو سعره ارخص، وكانت الفكرة ان احنا نحاول نخلي كمان ان هو متوافر في كل المحافظات وفي كل الطرق وفي كل المحطات. زي ما بندخل محطة بنلاقي بنزين 80 و92 و95 وبنلاقي سولار، كمان عايزين ندخل نلاقي غاز طبيعي. ده اللي احنا بنعمله، وبناء عليه في اخر 3 سنين الحمد لله باستهداف 1000 محطه، الحمد لله احنا النهارده نقدر نقول ان احنا ال 1000 محطه خلاص اتحددوا وبنشتغل فيهم كلهم. النهارده احنا يمكن تجاوزنا 750 محطه شغاله بتقدم خدمه غاز طبيعي مضغوط للسيارات في كل محافظات الجمهوريه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مسجلة خسارة أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي ذلك في رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب على النفط، على الرغم من بوادر على انخفاض الإمدادات من بينها تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية. هذا وتراجع مزيج برنت بأربعة من عشرة في المئة ليصل ويحقق 73 دولار و85 سنتا للبرميل. هذا وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هو الآخر بما نسبته 5% ليحقق ما قيمته 69 دولار و16 سنتا للبرميل. هذا وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.91% لتصل إلى 2.42 دولار للتر،
بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 4.64% لتصل وتحقق 2.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة الاقتصاد الأسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عاد لمستواه المسجل خلال فترة ما قبل وباء كورونا، أي قبل 3.5 سنوات. ووفق المعهد الوطني الأسباني للإحصاء، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 6.1% بين مطلع العام ومارس، وهو ما يضع إسبانيا ضمن مجموعة البلدان الأعلى نشاطا في منطقة اليورو. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع يوسف وسحر. شكرا لك مصطفى.